يا ترى ايه حكاية الاتحاد الاوروبي مع مصر؟ وليه الاتحاد قرر تقديم تمويل ضخم للحكومة؟ وايه فوائد رفع مستوى العلاقات معانا الى الشراكة الاستراتيجية؟ بانكير نبض البنوك. بكرة ان شاء الله هيوصل مصر وفد رفيع المستوى من الاتحاد الاوروبي بيضم رئيس المفوضية الاوروبية اوروسلا فون دير لاين وعدد من المسؤولين الكبار منهم رئيس وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا. ومقرر الاتحاد الأوروبي يرفع علاقته مع مصر لوضع الشراكة الاستراتيجية، ودي خطوة ممكن تؤدي لتمويل واستثمارات بمليارات اليوروهات لمصر. ووفقا لتقارير صحفية غربية بيدرس الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تقارب 7.4 مليار يورو، أي حوالي 8.1 مليار دولار. وضخ الأموال دي من الاتحاد الأوروبي هيكون عبارة عن مزيج من المنح والقروض لمساعدة مصر، واللي بينظر ليها من الدول الغربية على أن استقرارها ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط. ويتم الإعلان خلال ساعات عن أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الاقتصاد المصري في الوقت المناسب لأنه بيواجه ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات. وبيهدف الاتحاد الأوروبي إلى ضخ استثمارات بقيمة 5 مليار يورو من القطاع الخاص في مصر وفي صناعات زي الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه. طيب ليه قرر الاتحاد دعم مصر دلوقتي؟ من بعد العدوان الإسرائيلي على غزة ونظرة العالم كله لمصر اختلفت، والكل عارف وأدرك قيمة ومكانة مصر ودورها المحوري في حفظ الاستقرار في الشرق الأوسط. وكل قادة أوروبا اللي زاروا مصر وقابلوا الرئيس السيسي عرفوا أن خيوط اللعب في المنطقة ومفاتيحها مع مصر، وعشان كده اتغيرت وجهة نظر مؤسسات التمويل تجاه مصر وبدأنا نسمع عن أهمية دعم مصر ويساعدها للخروج من الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بيها، وكمان تقديم تمويل إضافي زي ما حصل من صندوق النقد واللي رفع تمويل مصر من 3 ل 8 مليار دولار بإضافة تحويلات إضافية من البنك الدولي ومؤسسات تانية بقيمة تصل ل 12 مليار دولار. وطبعا كل دي سيولة دولارية ساهمت في حل أزمة نقص العملة الأجنبية وخلت أسعار الدولار تهبط من 70 جنيه لحوالي حدود 47 جنيه، وتم اختفاء السوق السوداء للعملة. كان معاكم مصطفى إبراهيم من بنكير. بنكير نبض البنوك.